وتعقيبا على تطورات الحادثة، أوصى مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون بنقل قوات اليونيفيل مسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب التعرض للخطر، وأشار إلى عدم رغبة إسرائيل في البقاء في لبنان بعد إنجاز هدفها، وما هو ما أيضا رد عليه وزير الدفاع الإيطالي الذي أكد أن الأمم المتحدة وإيطاليا لا تتلقيان الأوامر من إسرائيل، كما أشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمكن أن يشكل جريمة حرب وانتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. طلبت من السفير أن يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الأمم المتحدة وإيطاليا لا تتلقيان أوامر من إسرائيل، والطريقة الوحيدة لمناقشة ما نفعل هو من خلال إثارة القضية رسميا مع الأمم المتحدة، وبالتأكيد ليس من خلال إعطاء الأوامر لقوات حفظ السلام الموجودة هناك للدفاع عن القانون الدولي. الأعمال العدائية التي ترتكبها وتكررها القوات الإسرائيلية يمكن أن تشكل جرائم حرب، وتمثل بالتأكيد انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهي بلا شك انتهاكات لا تبررها أي ضرورة عسكرية،